هذا سائل يقول: بعد أن تحللت من عمرتي باشرت زوجة الحائض فيما دون الفرج ناسيا أنها محرمة بالعمرة، فما الفدية عليها أو الكفارة أثابكم الله؟ إذا كانت منقادة ولا امتنعت وباشرتها مباشرة وهي لم تؤدي عمرتها، هذا محرم لا يجوز لها، الواجب أنها تمتنع منك، أنها تمنعك من هذا حتى تؤدي عمرتها. لكن ما دام ما حصل إنزال ولا حصل شيء فيكون هذا فيه إثم، ولكن العمرة صحيحة إن شاء الله. أما لو حصل منها إنزال، هي أنزلت حصل منها إنزال شهوة، كن عليها فدية. نعم.